صباح الخير عليكم متتبعي صفحات مرفش، ماشي مزيان صحة لاباس. اليوم نهار جديد، جينا نصيدو البحر طايح شوية، كاين واحد 80 سنتيم ولكن كاين شوية ديال الريح، ريح بحرية شرقية شوية وما باقا مخلوضة شوية. ان شاء الله كيف ما العادة اللونات اللي كنخدم بهم بيض كاكي بيضة وظهر اخضر للمسائل للورسوب، بما انه البحر طايح غادي نقدر نستعمل شي سيرفاس في اللون بيض وليلورسوب ديال 15-20 غرام، الله يجعل شي بركة. دابا البحر مازال كيخوى ديال 5:30 ديال الصباح، غنصيدو عليه شوية في الخويات، شوية اللي بقى ديال الغيخوة مع ديك 6:15، ومن بعد ان شاء الله نشدو ليه العمرة ديالو. تابعو معنا الفيديو ان شاء الله، الا كان شي جديد خليكم معنا. هلا مراد، ضربتي عليها اخوان. اذا كما شفتوا قبيله الصباح فسرت لكم بانني جاي ناوي نصيد على الداعي، ما جابش الله حيت النهار طايح بزاف. المهم قلبناها بول دوراغلو هذه الطريقه، هذه التيغر مع شحال فيه سنتيم، هذا شي 8 سنتيم ونص يقولوا لي التيغر حيت فيه خطوطه، كتزيد واحد القميمه هنا لتحت باش يقدر ياخذ شويه في الماء. رقيعه فيها قامه ونص، قامه هي هادو كتزيد نصيص بحركه. وهذا الرويكلو هذا كما كتلاحظوا هذا بولدو، هذا معروف بالبومبيت، الا مشيتي تاخذ هذا كتقول لي البومبيت، كتاخذ هذا كيكون طويل كيخرج بحال شي صاروخ. والرويكلو وهاد البركة هادي الحمد لله. علاش شنو كتباغا مورا؟ شنو كتباغا هي؟ كنتباغا شي حاجة صغيرة، أي حاجة صغيرة، صفيحة صغيرة، راكلو صغير، أي حاجة صغيرة. المهم جربنا لها السيرفاس بهاديك ميستر جو ديال 12 غرام، ساعة ما ضربتش عليها، والراكلو بالقميمة خصو يهبط شوية لتحت، داكشي علاش ضربت عليها.
واد بومبيل ديال 30 غرام بما ان عندي القصبه ديال 14.50 ما كنبغيش نتقل عليها في الثقل بزاف، دونك عندي هاد البومبيطه ديال 30 غرام والحصيله مشتركه ماشي بوحدي مع اخوان مصطفى ايوب همس البحر اللهم بارك قبيله ما بيهاش. المهم المهم هي التقويصه انتم شي كلمه اخويا مصطفى. مصطفى خير ربي يطبق عليك اليوم خياطي قبيله شديت هاد القبيله هادي حاجه صخره اش دابا ضربها راجلو اجينا اصلا السبع على قبل الدراري لقينا ضربها راجلو ها هي تبارك الله عليك اخويا. طولة العنيدة سميتها سميتها؟ طولة العنيدة سميتها؟ لا كابيلة العنيدة سميتها لا خليه خليه يقول مصطفى هو كابيلة العنيدة لا لا الخرى هنا هي كو كوبيلة صوت بشارك مصطفى غوت غوت مع شاء الله كيخبل معاك هذا يخبل معاك بوجدة جاو جاو كسبتها بدرو كسكتو. تحية جميع الاخوان اللي كيتبعونا لا من قارب ولا من بعيد والاصدقاء ديالي الحمد لله ايوب مصطفى محسن عندنا الخفيري تبارك الله عليكم كاملين. ما تنسوش ديروا ابوني والجرس باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم والله يعاونكم.